النظام الإيراني يصدر ثاني حكم بالأعدام على متظاهر ويعتقل 62 صحفيا منذ بدء الاحتجاجات بايدن يستبعد تورط روسيا بالقصف على بولندا وفرنسا تدعو لالتزام أقصى درجات الحذر البيان الختامي لقمة العشرين يدين استمرار الحرب في أوكرانيا والتهديدات بالسلاح النووي بعد اعلان الترشح للانتخابات الامريكيه بايدن يرد على ترامب قائلا لقد خذلت امريكا. اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره من الحدث. قبل ساعات قليله من اجتماع مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اعلن رئيس هيئه الطاقه الذريه الايرانيه رفض طهران مسوده قرار الوكاله الذريه الدوليه جاء ذلك بعدما قدمت كل من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والمانيا مشروع قرار يدين عدم تعاون ايران مع الوكاله حول وجود مواد نوويه بمواقع غير مصرح عنها وفقا لما افاد به دبلوماسيون اوروبيون لوكاله فرانس برس فان مشروع القرار الغربي قدم او قدم يوم الثلاثاء عشيه انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اليوم الاربعاء. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مركز شاهد لأبحاث صناعة الطيران الإيراني لمشاركته في إنتاج ونقل المسيرات لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا. وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت أن بلادها مصممة على معاقبة الجهات التي تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا بغض النظر عن مكان وجودها. كانت الخارجية الأمريكية حددت كل من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة القدس لصناعة الطيران والشركة العسكرية الروسية الخاصة لفرض عقوبات دبلوماسيه عليها أصدر النظام الإيراني ثاني حكم بالإعدام منذ بدء الاحتجاجات، كما أفادت لجنة حماية الصحفيين باعتقال ما لا يقل عن 62 صحفيًا في إيران حتى الآن. وبالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهد إيران على مقتل الشابة الكردية ماسا أميني وذكرى الثالثة لاحتجاجات عام 2019 أضربت عدة متاجر في البزار الكبير بالعاصمة طهران وعدة مناطق أخرى بالبلاد هذا وخرجت تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية خاصة العاصمة طهران التي سمع بها أصداء أبواق السيارات بعد إغلاق المتظاهرين لدوار رئيسي كما شهدت مدينة بندر عباس وشيراز تظاهرات مشابهة ردد خلالها المحتجون شعارات الموت للديكتاتور في السياق قتل متظاهران على الأقل برصاص قوات الأمن في مدينتي سنندج وكاميران بمحافظة كردستان الإيرانية من جهتها دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية قالت وكاله اسوشيتد برس عن مسؤولين امريكيين ان الصاروخ الذي ضرب بولندا تم اطلاقه من قبل القوات الاوكرانيه وذلك ردا على صاروخ روسي. اشارت الوكاله الى ان المسؤولين الامريكيين توصلوا الى هذه النتائج الاوليه مع استمرار التحقيقات الجاريه. كانت روسيا نفت انباء استهداف قواتها لاهداف بولندا، قالت الدفاع الروسيه ان الحديث عن سقوط صواريخ روسيه في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع اشارت الدفاع الروسية الي ان الحطام الذي اظهرته الصور لا يشير الى استخدام اسلحه روسية قال نائب في مجلس الدوما ان من المتوقع ان تكون القوات الاوكرانيه متورطه في الانفجار شرق بولندا في الاثناء افاد البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن وزعماء اخرين من مجموعه الدول السبعة عقدوا اجتماعا طارئا لبحث الضربه الصاروخيه التي استهدفت منطقه بولنديه قرب الحدود مع اوكرانيا. استبعد بايدن ان تكون روسيا هي من اطلق الصواريخ على بولندا. اضاف البيت الابيض ان الطاوله المستديره عقدت بمشاركه بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحده في بالي. دعت فرنسا على ضروره التزام اقصى درجه من الحذر بشان مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا محذره من خطر تصعيد كبير على حد وصفها اكدت الرئاسه الفرنسيه في بيان لها على ان دول عده في المنطقه تمتلك النوع نفسه من تلك الاسلحه معتبرة أن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقتها فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه من الضروري التحقق من كيفية حدوث هذه الحادثة المروعة كما أعرب للرئيس البولندي أندري دودا في اتصال هاتفي عن تعزيه في ضحايا الحادثة عربت مجموعة العشرين عن أسفها بشدة تجاه استمرار الحرب في أوكرانيا ذكر البيان أن معظم الدول الأعضاء أدنت الحرب في أوكرانيا لكن هناك وجهة نظر أخرى كما أشار البيان إلى أن التهديد بالسلاح النووي أو استخدامه أمر مرفوض تماما المجموعة أكدت استمرار دعمها للقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار أضاف البيان أن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي وأن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية لكن بشكل مناسب أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024 الرئيس الأمريكي السابق أرجع خلال مؤتمر جمهري أمام أنصاره في فلوريدا ارتفاع التضخم في بلاده الى اخفاق خلفه جو بايدن كما اضاف ترامب ان عهد بايدن ومن وصفهم باليساريين فرض على الامريكيين مرحله من التراجع اشار الرئيس الامريكي السابق الى ما حدث بعد الانسحاب من افغانستان حيث تركت بلاده هناك او تركت معدات عسكريه تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وحول الحروب والازمات في العالم اوضح ترامب انها بدات تشتعل في اماكن مختلفه منذ تولي الاخرين المسؤوليه نحن هنا اليوم لنعلن انه ليس بالضروره ان يبقى الوضع على ما هو عليه قبل عامين كنا امه عظيمه وقريبا سنكون امه عظيمه من جديد عام 2024 هو الموعد لتصويت افضل هل انتم مستعدون وانا ايضا مستعد سأضمن على محصول بايدن على أربعة أعوام أخرى، بلادنا لا يمكنها أن تتحمل ذلك. إنني أعلن اليوم ترشيح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الجولة المقبلة. في رد منه على إعلان سلفي دونالد ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن ترامب خذل الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب الرئاسة. جاء ذلك في تغريدة لبايدن أرفقها بفيديو اتهم فيه ترامب بالتربع خلال رئاسته على اقتصاد مزور لصالح الأثرياء ومهاجمة حقوق المرأة والنظام الصحي وتدليل المتطرفين وتحريض العصابات العنيفة لقلب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020 إلى خسارة. يعقد المجلس المركزي لتحالف الحريه والتغيير وهو اعلى هيئه قياديه في التحالف المعارض في السودان يعقد اليوم اجتماعا لمناقشه ملاحظات الجيش على مسوده وثيقه الدستور المقترح لحكم الفتره الانتقاليه والذي اعدته نقابه المحامين وقبلته جهات سياسيه واسعه في السودان بما في ذلك الجيش الذي اعتبره اساسا للحكم مع بعض التعديلات التي اقترحها بينما عبرت مصادر متعدده عن قرب التوصل الى اتفاق بين المكونات المدني والعسكري أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جماعة مسلحة موالية لإيران تجهز مقرات جديدة لها في منطقة الحسكة كشف المرصد بأن الجماعات المسلحة تنوي فتح باب التطوع لجذب المئات من شباب المنطقة وضمهم في صفوفها مقابل الأموال مع تزايد تكاليف المعيشه وما تسببت به في من تراجع في قيمه معاشات التقاعد ومع ارتفاع اسعار الخدمات والانشطه الترفيهيه يتزايد شعور المتقاعدين بالوحده وتتراجع صحتهم النفسيه والبدنيه. المزيد في هذا التقرير من لندن مع مراسل الحدث مصطفى زارو. شعور القلق يتزايد لدى كبار السن في بريطانيا بشان تاثير ازمه ارتفاع كلفه المعيشه. ميشيل المتقاعده حديثا تواجه ضغطا كبيرا لتغطية الزيادات الضخمة في الأسعار ما أرغمها على اتباع نهج تقشفي عبر مراجعة قوائم الضروريات والاستغناء عن الكثير من الكماليات لا أحب أن أكون مدينة لأحد وأشعر بالقلق الشديد حيال ذلك لذا ففي الأشهر القليلة الماضية تغيرت حياتي كثيرا تخلصت من سيارتي ومصارفها من بنزين وتكاليف المواقف والصيانة وأجرت غرفة لخمس سنوات لأنني بحاجة إلى دخل إضافي لراتب تقاعدي. ميشيل تحاول تأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات معيشتها الأساسية في ظل صعود أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من السلع. كما أن نسبة التضخم الأعلى منذ أربعة عقود إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض. كلها عوامل أثرت على قوتها الشرائية. مع تراجع قيمة معاشها التقاعدي إلى جانب مبيعات أعمالها الفنية ومنحوتاتها أحب المسرح والسينما لكن لا يمكنني تحمل تكلفة تذكرة مسرح الآن وأرخصها أحيانا 35 جنيها وهذا كثير بالنسبة لي أشاهد نتفليكس وغيرها من البرامج بدلا من الذهاب لتناول الطعام مع الأصدقاء إنه مجرد جنون أما مشترياتي الشهرية فهي المزيد من الخضار والعدس وأصبحت أكثر إبداعا في الطهي لمواجهة غلاء المعيشة. ميشيل من بين ملايين المسنين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من الشعور بالوحدة ودخل محدود غير كاف لشراء المستلزمات الضرورية بحسب استطلاع حديث. ما دفعهم إلى التخلي عن ضروريات يومية إلى جانب أنشطة ترفيهية واجتماعية تخرجهم من العزلة والوحدة وتحسن حالتهم الصحية والذهنية والنفسية. مصطفى زارو الحدث لندن ختام هذه النشرة تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وايضا على الحدث دوت نت. الى اللقاء كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسلا شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت ال عشر ألف بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير الشق التوافق الوطني ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني نحن ضد الإقصاء لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل إلى متى ستظل الأمور معلقة الآن وفي كل مكان العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصائر دول لأن لكل خبر تداعياته تابع الحدث في مكانه وزمانه النظام الايراني يصدر ثاني حكم بالاعدام على متظاهر ويعتقل 62 صحفيا منذ بدء الاحتجاجات. بايدن يستبعد تورط روسيا بالقصف على بولندا وفرنسا تدعو لالتزام اقصى درجات الحذر. البيان الختامي لقمه العشرين يدين استمرار الحرب في اوكرانيا والتهديدات بالسلاح النووي. بعد إعلان الترشح للانتخابات الأمريكية بايدن يرد على ترامب قائلا لقد خذلت أمريكا أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث قبل ساعات قليله من اجتماع مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اعلن رئيس هيئه الطاقه الذريه الايرانيه رفض طهران مسوده قرار الوكاله الذريه الدوليه جاء ذلك بعدما قدمت كل من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والمانيا مشروع قرار يدين عدم تعاون ايران مع الوكاله حول وجود مواد نوويه بمواقع غير مصرح عنها وفقا لما افاد به دبلوماسيون اوروبيون لوكاله فرانس برس فان مشروع القرار الغربي قدم يوم الثلاثاء عشيه انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اليوم الاربعاء فرضت وزاره الخزانه الامريكيه عقوبات علي مركز شاهد لابحاث صناعات الطيران الايراني لمشاركته في انتاج ونقل المسيرات لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت أن بلادها مصممة على معاقبة الجهات التي تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا بغض النظر عن مكان وجودها كانت الخارجية الأمريكية حددت كل من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة القدس لصناعة الطيران والشركة العسكرية الروسية الخاصة فاجنر لفرض عقوبة دبلوماسية عليها تبحث السلطات الالمانيه في امكانيه اغلاق مركز هامبورغ الاسلامي المرتبط بايران بعد تصويت النواب في البرلمان على طلب يدعو الحكومه لبحث اغلاقه، وفي هامبورغ يشكل المركز مصدر قلق للمعارضين الايرانيين والمخابرات الالمانيه. يعرف هذا المسجد بالمسجد الازرق، ومن بعيد يبدو مركز هامبورغ الاسلامي مجرد مسجد للصلاه. ولكن المركز يثير مخاوف المعارضين الإيرانيين هنا الذين بدأوا يتظاهرون أمامه ويثير أيضا قلق المخابرات الألمانية التي تراقبه منذ العام 1993 هذه السيدة الإيرانية الألمانية تروج منذ سنوات لإغلاقه تقول بوركيان هورفاش التي يعرفها معظم سياسي هامبورغ إنها لم تشعر في السابق بأن الوقت اقترب لإغلاق المركز مثل اليوم هذا المسجد يشكل اليد الطولى لإيران. بالنسبة لهم، الشريعة تعلو فوق الدستور هنا. ما يعني بأن العاملين في المركز لا يحترمون القانون الأساسي في ألمانيا ولا الدستور. ويريدون نشر أيديولوجيتهم عبر كامل أوروبا، وهي أفكار إرهابية. ويعرف السياسيون في هامبورغ جيدا الدور الذي يلعبه المركز. ايكيعات فيزوكي النائب من الحزب الاشتراكي والمكلف بملف الدين يتحدث عن دور مزدوج للمركز الذي يعين رئيسه مباشره من طهران ويقول انه يلعب دورا سياسيا ودينيا ولكن فيزوكي يرفض اتهامات احزاب المعارضه بالتردد في اغلاقه اغلاق مركز ديني في المانيا امر معقد ولا يكفي ان تقرر بعض الاحزاب السياسيه الاغلاق لان هناك اجراءات قانونيه ليس من الضروري ان ياتي هذا الطلب من السياسيين لان المركز اصلا تحت المراقبه وسيبقى كذلك وان كانت هناك مناسبه لاغلاقه فسيتم اغلاقه فيزوكي قال لنا أيضا أن الحزب الاشتراكي تقدم بطلب قبل أيام لمجلس الشورى الذي ينضوي المركز تحته ضمن اتفاق مع حكومة هامبورغ لطرد المركز الإسلامي منه خطوة قد تكون الأولى باتجاه إغلاقه المخابرات الألمانية تصف هذا المركز بأنه أهم أداة بروباغندا لإيران في أوروبا ونائبه طرد من ألمانيا قبل أسابيع لتمجيده بجماعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين والان بعد عقود من السماح له بالعمل في حريه قد تكون ايام المركز الاسلامي في هامبورغ باتت معدوده. راغده بهنام الحدث هامبورغ اصدر النظام الايراني ثاني حكم بالاعدام منذ بدء الاحتجاجات كما افادت لجنه حمايه الصحفيين باعتقال ما لا يقل عن 62 صحفيا في ايران حتى الان. وبالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران على مقتل الشابة الكردية ماسا أميني وذكرى الثالثة لاحتجاجات عام 2019 أضربت عدة متاجر في البزار الكبير بالعاصمة طهران وعدة مناطق أخرى بالبلاد هذا وخرجت تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية خاصة العاصمة طهران التي سمع بها أصداء أبواق السيارات بعد إغلاق المتظاهرين لدوار رئيسي كما شهدت مدينتا بندر عباس وشيراز تظاهرات مشابهة ردد خلالها المحتجون شعارات الموت للديكتاتور في السياق قتل متظاهرا على الأقل برصاص قوات الأمن في مدينتي سنندج وكاميران بمحافظه كردستان الايرانيه من جهتها دعت مفاوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده السلطات الايرانيه للافراج الفوري عن الاف المعتقلين على خلفيه مشاركتهم في تظاهرات سلميه من الشمال الى الجنوب شرقا وغربا شهدت عده مدن في ايران تظاهرات ومسيرات ومسيرات احتجاجيه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد ومسقط رأس المرشد الإيراني علي خامنئي هتف عدد من المحتجين الموت للديكتاتور كما أقدمت مجموعة أخرى على حرق العلم الإيراني <تصفيق> 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 <مت> دیگتاتو. مرگ بر دیکتاتور پرچم جمهوری اسلامی نابوده مرگ بر دیکتاتور بزن بزن همچین بزن پسیجی سفاهی داعش ما شمایی مرگ بر دیکتاتور نارخواب نهی <متحدث> 24 آبان بلوار پیروزی مشهد نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين امريكيين ان الصاروخ الذي ضرب بولندا تم اطلاقه من قبل القوات الاوكرانيه وذلك ردا على صاروخ روسي اشارت الوكاله الى ان المسؤولين الامريكيين توصلوا الى هذه النتائج الاوليه مع استمرار التحقيقات الجاريه كانت روسيا نفت انباء استهداف قواتها لاهداف بولندا قالت الدفاع الروسيه ان الحديث عن سقوط صواريخ روسيه في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع اشارت الدفاع الروسيه الى ان الحطام الذي اظهرته الصور لا يشير الى استخدام اسلحه روسيه قال نائب في مجلس الدوما ان من المتوقع ان تكون القوات الاوكرانيه متورطه في الانفجار شرق بولندا في الاثناء افاد البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن وزعماء اخرين من مجموعه الدول السبع عقدوا اجتماعا طارئا لبحث الضربه الصاروخيه التي استهدفت منطقه بولنديه قرب الحدود مع اوكرانيا استبعد بايدن ان تكون روسيا هي من اطلق الصواريخ على بولندا اضاف البيت الابيض ان الطاوله المستديره عقدت بمشاركه بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحده في بالي دعت فرنسا إلى ضرورة التزام أقصى درجة من الحذر بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا محذرة من خطر تصعيد كبير على حد وصفها أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن دول عدة في المنطقة تمتلك النوع نفسه من الأسلحة معتبرة أن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولز أنه من الضروري التحقق من كيفية حدوث هذه الحادثة المروعة كما أعرب للرئيس البولندي أندري دودا في اتصال هاتفي عن تعازيه في ضحايا الحادثة. عربت مجموعة العشرين عن أسفها بشدة تجاه استمرار الحرب في أوكرانيا. ذكر البيان ان معظم الدول الاعضاء ادنت الحرب في اوكرانيا لكن هناك وجهات نظر اخرى كما اشار البيان الى ان التهديد بالسلاح النووي او استخدامه امر مرفوض تماما المجموعه اكدت استمرار دعمها للقانون الدولي والنظام متعدد الاطراف لتحقيق السلام والاستقرار اضاف البيان ان الحرب في اوكرانيا تقود الاقتصاد العالمي وان البنوك المركزيه ستواصل تشديد السياسه النقديه لكن بشكل مناسب أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024. الرئيس الأمريكي السابق أرجع خلال مؤتمر جماهيري أمام أنصاره في فلوريدا ارتفاع التضخم في بلاده إلى إخفاق خلفه جو بايدن. كما أضاف ترامب أن عهد بايدن ومن وصفهم باليساريين فرض على الأمريكيين مرحلة من التراجع. أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى ما حدث بعد الانسحاب من أفغانستان حيث تركت بلاد أو ترك بلاده هناك مع عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وحول الحروب والأزمات في العالم أوضح ترامب أنها بدأت تشتعل في أماكن مختلفة منذ تولي الآخرين المسؤولية نحن هنا اليوم لنعلن أنه ليس بالضرورة أن يبقى الوضع على ما هو عليه قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة من جديد عام 2024 هو الموعد لتصويت افضل. هل انتم مستعدون؟ وانا ايضا مستعد. ساضمن عدم حصول بايدن على اربعه اعوام اخرى. بلادنا لا يمكنها ان تتحمل ذلك. انني اعلن اليوم ترشيح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحده في الجوله المقبله. في رد منه على إعلان سلفي دونالد ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ترامب خذل الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب رئاسة جاء ذلك في تغريدة لبايدن أرفقها بفيديو اتهم فيه ترامب بالتربع خلال رئاسته على اقتصاد مزور لصالح الأثرياء ومهاجمة حقوق المرأة والنظام الصحي وتدليل المتطرفين وتحريض العصابات العنيفة لقلب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020 إلى خسارة أعلنت البحرية الأمريكية أن اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان بين أكياس الأسمدة هذه خبئت أطنان من المواد المتفجرة موجهة لميليشيات الحوثي في اليمن القصة بدأت يوم الثامن من نوفمبر في المياه الدولية لخليج عمان وعلى طول طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين اعترضت البحرية الأمريكية سفينة صيد قادمة من إيران وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة أكثر من سبعين طنا من وقود الصواريخ عثرت عليها البحرية الأمريكية داخل قارب صيد لفتهم وزنه الثقيل بسبب الشحنة الكبيرة من المتفجرات كما عثر داخل القارب على مئة طن من سماد اليوريا التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات كانت هناك كمية ضخمة من المواد المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم وبعد أسبوع من ضبط القارب قامت القوات الأمريكية بإغراقه بعد تحديد أنه يشكل خطراً على الملاحة كما تم تسليم الطاقم لخفر السواحل اليمني النقل غير القانوني للمساعدات القاتله من ايران لا يمر مرور الكرامه انه امر غير مسؤول وخطير ويؤدي الى العنف وزعزعه الاستقرار في جميع انحاء الشرق الاوسط البحريه الامريكيه في بيانها شددت كذلك على ان اعمال التهريب التي تقوم بها طهران خطيره وغير مسؤوله، واكدت ان التوريد المباشر او غير المباشر للاسلحه او بيعها او تهريبها الى ميليشيات الحوثي ينتهك قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي. عمليات تهريب السلاح الايراني لميليشيات الحوثي ليست بجديده بل وتسارعت في الاونه الاخيره والامثله عديده ففي ديسمبر الماضي ضبط الاسطول الامريكي الخامس شحنه بنادق وذخيره في سفينه صيد قادمه من ايران كما صادرت البحريه الامريكيه في يناير الماضي 40 طنا من سماد اليوريا المتفجر على قارب صيد ايراني كان في طريقه لامداد الحوثيين ملوك الشيخ الحدث اضطرت أسرة يمنية إلى اتخاذ أحد المنازل المدمرة غربي تعز مسكنا لها بعد أن نزحت من جحيم الميليشيات الحوثية ويبيت أفراد تلك الأسرة يوميا داخل بقايا بناية دمرتها الميليشيات الحوثية بقذائفها في حي المطار القديم ما يجعل حياتهم معرضة للخطر تفتقر تلك الأسرة مع عشرات الأسر النازحة في تعز إلى أبسط مقاومات العيش كالمياه والغذاء والدواء والملابس الشتوية في المنزل هذا الذي بدا غالبيه جدرانه مدمره اضطرت اسره نازحه الى اتخاذه مسكنا وماوى لها بعد ان فرت من جحيم الميليشيات الحوثيه فالسكن فيه مؤقت رغم انه اكثر خطرا على حياتهم من ذاك الخطر الذي تهددهم لاعوام في المنازل قبل النزوح نازح من الحيمه الى هنا الى المطار القديم واضطرينا ان نسكن داخل هذا البيت كما تشوفوا بيت مدمر انا واسرتي وعائلتي و... ونعاني من سوء المعيشة ومن القصف ومن الحرب هذه وكل يوم قذائف مع الحرب هذا وضرب للم... هون للحارة وللمواطنين والمواطنين وترعيب الأطفال والمواطنين وضع مأساوي هنا تعيشه عشرات الأسر في حي المطار القديم غربي تعز سواء تلك التي نزحت إليه أو حتى التي رفضت النزوح منه فهذه الأسرة التي فقدت معيلها بقذيفة حوثية تشكو اليوم الوحدة وقسوة المعيشة في ظل الحرب فضلنا البقاء نحن نعيش هنا بسبب ظروفنا الخاصة تمام يعني ما, ما عندناش الإمكانيات نحن نخرج أو ننزح من هنا والمستقبلين ما هم من الله بس الآن يعني أناشد المنظمات وأصحاب الخير بالأيتام الآن ما فيش حد من يلفتهم ولا أحد يعولهم ولا من يقبلهم ولا أي حاجة ليس هذا فحسب بل إن أكثر من ثلاثة آلاف نازح في تعز يعيشون الوضع نفسه مع تردي الوضع المعيشي خاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات فالغالبية منهم لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والملابس الشتوية التي تقيهم أقل ما يمكن من البرد هائل سعيد الحدث تعز في واحده من قصص الكفاح والنجاح حولت اشفاق القاسمي حياه الحاجه والنزوح الى واقع جديد تكسب في لقمه عيشها واسرتها من خلال ورشه صغيره لصيانه الجوال في منزلها اشفاق استفادت من مشاريع التدريب والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش المموله من مركز الملك سلمان وبدات اولى خطواتها العمليه وتسعى لفتح محل خاص بها في مجال اقتصر على الرجال عبر بطاقه تعريفيه صغيره تبحث هديل عن منزل ام ريماس والهدف فحص وصيانه جوالها لتامن حفظ خصوصيتها في وقت كثرت فيه حالات الابتزاز وفي ركن منزلها تعمل اشفاق القاسمي على صيانه العشرات من جوالات النساء خصوصا وقد صارت متمكنه في هذه المهنه بعد دورات مكثفة خضعت لها ضمن برامج التمكين الاقتصادي الممول من مركز الملك سلمان للنازحين في مأرب يعني من أول كان مقتصر على الرجال فقط هذا المجال ولم يعني تحل لي الفرصة للالتحاق فيه بعد لما نزحنا وشفت حاجة السوق لهذا العمل يعني احتياج النساء ولحفظ خصوصيتهم اخذت دوره لصيانه الجوال وطورت نفسي ودخلت يعني في بالعمل بهذا المجال بديت يعني بالاهل والاصدقاء والجيران توسعت طبعت كروت ونشرتهم يعني بصاله العراس والمدارس كان جوالي خربان وسمعت هنا ان في مهندسه جوالات شلت الكرت جيت ادور عليها صبرت لي جوالي الحمد لله عشان نجيبه عندي عشان الخصوصيات تحافظ لنا على خصوصياتنا إشفاق النازحة من تعز إلى مأرب مع بداية الحرب حولت بمشروعها الصغير ظروف الاحتياج إلى كسب وإنتاج لإعالة أسرتها وتبحث عن تطوير مهنتها بفتح أول محل لصيانة الجوال في مأرب أجد صعوبة إلى الآن يعني لأني كوني يعني أشتغل يعني العمل في المنزل يعني أجد صعوبة بالعنوان إلى المنزل ثاني كذلك أجد صعوبة كبيرة فتح محل اللي يكون المحل يعني يحتاج يعني تكلفة الإيجارات مرتفعة ويطلبون لعدة شهور مقدم أو لسنة مقدم وكذلك الديكور والاكسسوارات والأجهزة وأني لا أمتلك المبلغ الكبير هذا ضمن مئات النازحات التي تدربنا على مهن مختلفة في إطار مشاريع التمكين وتحسين سبل العيش الممولة من مركز الملك سلمان شقت إشفاق طريقها نحو الاكتفاء الذاتي وصارت تكسب عيشها وأسرتها من مهنة هي ملك يدها محمود الحميدي لقناة الحدث مأرب يعقد المجلس المركزي لتحالف الحريه والتغيير وهو اعلى هيئه قياديه في التحالف المعارض في السودان يعقد اليوم اجتماعا لمناقشه ملاحظات الجيش على مسوده وثيقه الدستور المقترح لحكم الفتره الانتقاليه والذي اعدته نقابه المحامين وقبلته جهه سياسيه واسعه في السودان بما في ذلك الجيش الذي اعتبره اساسا للحكم مع بعض التعديلات التي اقترحها بينما عبرت مصادر متعدده عن قرب التوصل الى اتفاق بين المكونين المدني والعسكري افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان جماعه مسلحه مواليه لايران تجهز مقرات جديده لها في منطقه الحسكه كشف المرصد بان الجماعات المسلحه تنوي فتح باب التطوع لجذب المئات من شباب المنطقه وضمهم في صفوفها مقابل الاموال في مصر صرحت جهه التحقيق بدفن جثمان الفنان الاردني اشرف طلفاح بعد تشريح الجثه واجراء تقرير الصفه التشريحيه الخاص بالمتوفي لتحديد سبب الوفاه ولبيان مدى وجود ما يشير لوجود شبهه جنائيه في الواقع لا يزال الغموض مسيطرا على مشهد رحيل الممثل الاردني اشرف طلفاح داخل هذا العقار عثر عليه فاقدا للوعي بعد اختفائه وفشل اصدقائه في الوصول اليه ليتم بعدها نقله الى هذا المستشفى القريب في محاوله لانقاذ حياته حارس العقار ومسؤولو المستشفى رفضوا الادلاء باي تصريحات النيابه العامه اصدرت بيانا اوضحت فيه ان الكاميرات كشفت عدم دخول اي غرباء للشقه وانه تم العثور على كامل المقتنيات التحقيقات الاوليه اشارت الى ان سبب الوفاه هو نزيف في الدماغ مع وجود تورم في اليد واثار متفرقه في جسده اضافه الى جروح وحروق وان هناك اشتباها في تناول الراحل لمخدر الفيل الازرق المكون من ماده الدي ان تي والذي يسبب الهلوسه وفي محاوله لانقاذه تم نقله على الفور الى مركز السموم في مستشفى القصر العيني حيث لفظ انفاسه الاخيره قبل نقله لمشرحه زنهم لاستكمال عمليه التشريح. استمعت لاقوال شقيقه واقوال الصديق المقرب لي وجميعهم الثلاثه اثبتت عدم يعني ادت دلائل الى عدم وجود شبهه جنائيه في هذه الواقعه، اقوالهم اللي قالت كده. يبقى الفصل في النيابه العامه وتحقيقاتها اذا كانت هناك هناك شبهه جنائيه في هذه الواقعه من عدم. السفاره الاردنيه في القاهره اكدت انها لن تعلق على الحادث وانها في انتظار استكمال التحقيقات متخصصون اكدوا ان ماده الدي ان تي تصيب مستخدميها بحاله فوريه من الهلوسه السمعيه والبصريه ويصعب التحكم في رده افعال اصحابها بسبب حاله اللاوعي التي تسيطر عليهم أسباب الوفاة نزيف المخ أو اضطراب القلب أو إن أنت ترتطم بجسم أو تسبب من نفسك إصابة قد تؤدي إلى نفسك مشكلة لأن أنت مش في وعيك المطلق. ويبقى الجميع في انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية التي من المفترض أن تكشف المزيد من التفاصيل حول الوفاة الغامضة للفنان الأردني الشاب أحمد عثمان الحدث القاهرة. مع تزايد تكاليف المعيشه وما تتسبب به من تراجع في قيمه معاشات التقاعد ومع ارتفاع اسعار الخدمات والانشطه الترفيهيه يتزايد شعور المتقاعدين بالوحده وتتراجع صحتهم النفسيه والبدنيه. المزيد في هذا التقرير من لندن مع مراسل الحدث مصطفى زارو. شعور القلق يتزايد لدى كبار السن في بريطانيا بشان تاثير ازمه ارتفاع كلفه المعيشه. ميشيل المتقاعده حديثا تواجه ضغطا كبيرا لتغطيه الزيادات الضخمه في الاسعار ما ارغمها على اتباع نهج تقشفي عبر مراجعه قوائم الضروريات والاستغناء عن الكثير من الكماليات لا احب ان اكون مدينه لاحد واشعر بالقلق الشديد حيال ذلك لذا ففي الاشهر القليله الماضيه تغيرت حياتي كثيرا تخلصت من سيارتي ومصاريفها من بنزين وتكاليف المواقف والصيانه وأجرت غرفة لخمس سنوات لأنني بحاجة إلى دخل إضافي لراتب تقاعدي. ميشيل تحاول تأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات معيشتها الأساسية في ظل صعود أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من السلع. كما أن نسبة التضخم الأعلى منذ أربعة عقود إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض. كلها عوامل أثرت على قوتها الشرائية مع تراجع قيمة معاشها التقاعدي إلى جانب مبيعات أعمالها الفنية ومنحوتاتها. أحب المسرح والسينما لكن لا يمكنني تحمل تكلفة تذكرة مسرح الآن. وأرخصها أحيانا 35 جنيها وهذا كثير بالنسبة لي أشاهد نتفليكس وغيرها من البرامج بدلا من الذهاب لتناول الطعام مع الأصدقاء إنه مجرد جنون أما مشترياتي الشهرية فهي المزيد من الخضار والعدس وأصبحت أكثر إبداعا في الطهي لمواجهة غلاء المعيشة ميشيل من بين ملايين المسنين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من الشعور بالوحده ودخل محدود غير كاف لشراء المستلزمات الضروريه بحسب استطلاع حديث، ما دفعهم الى التخلي عن ضروريات يوميه الى جانب انشطه ترفيهيه واجتماعيه تخرجهم من العزله والوحده وتحسن حالتهم الصحيه والذهنيه والنفسيه. مصطفى زارو الحدث لندن ختام هذه النشرة مشاهدينا إلى اللقاء عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبابة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، وهناك انسداد الان في المسار العسكري، أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الاشتباكات السياسية بقدر أتكلم عن أحداث حاسمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار وستكون المأساة كبيرة. أياً كان السبب وأياً كان البادئ راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء. والمدنيين الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير <applause> حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب حيث أن العربية والحياة أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة قليلاً <applause> النظام الإيراني يصدر ثاني حكم بالأعدام على متظاهر ويعتقل 62 صحفيا منذ بدء الاحتجاجات بايدن يستبعد تورط روسيا بالقصف على بولندا وفرنسا تدعو لالتزام أقصى درجات الحذر البيان الختامي لقمة العشرين يدين استمرار الحرب في أوكرانيا والتهديدات بالسلاح النووي بعد اعلان الترشح للانتخابات الامريكيه بايدن يرد على ترامب قائلا لقد خذلت امريكا. اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره من الحدث. قبل ساعات قليله من اجتماع مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، اعلن رئيس هيئه الطاقه الذريه الايرانيه رفض طهران مسوده قرار الوكاله الذريه الدوليه، جاء ذلك بعدما قدمت كل من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والمانيا مشروع قرار يدين عدم تعاون ايران مع الوكاله حول وجود مواد نوويه بمواقع غير مصرح عنها. وفقا لما افاد به دبلوماسيون اوروبيون لوكاله فرانس برس فان مشروع القرار الغربي قدم او قدم يوم الثلاثاء عشيه انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اليوم الاربعاء فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على مركز شاهد لابحاث صناعة الطيران الايراني لمشاركته في انتاج ونقل المسيرات لروسيا لاستخدامها في حرب اوكرانيا. وزيرة الخزانة الامريكية اكدت ان بلادها مصممة على معاقبة الجهات التي تدعم الغزو الروسي لاوكرانيا بغض النظر عن مكان وجودها. كانت الخارجية الامريكية حددت كل من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الايراني وشركة القدس لصناعة الطيران والشركة العسكرية الروسية الخاصة لفرض عقوبة دبلوماسية عليها. أصدر النظام الإيراني ثاني حكم بالإعدام منذ بدء الاحتجاجات، كما أفادت لجنة حماية الصحفيين باعتقال ما لا يقل. عن 62 صحفيا في إيران حتى الآن وبالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهد إيران على مقتل الشابة الكردية ماسا أميني وذكرى الثالثة لاحتجاجات عام 2019 أضربت عدة متاجر في البزار الكبير بالعاصمة طهران وعدة مناطق أخرى بالبلاد هذا وخرج تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية خاصة العاصمة طهران التي سمع بها أصداء أبواق السيارات بعد إغلاق المتظاهرين لدوار رئيسي كما شهدت مدينة بندر عباس وشيراز تظاهرات مشابهة ردد خلالها المحتجون شعارات الموت للدكتاتور في السياق قتل متظاهران على الاقل برصاص قوات الامن في مدينتي سنندج وكاميران بمحافظه كردستان الايرانيه من جهتها دعت مفوضية حقوق الانسان التابعه للامم المتحده السلطات الايرانيه للافراج الفوري عن الاف المعتقلين على خلفيه مشاركتهم في تظاهرات سلميه نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي ضرب بولندا تم إطلاقه من قبل القوات الأوكرانية وذلك ردا على صاروخ روسي أشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى هذه النتائج الأولية مع استمرار التحقيقات الجارية كانت روسيا نفت أنباء استهداف قواتها لأهداف بولندا قالت الدفاع الروسية إن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع اشارت الدفاع الروسية الي ان الحطام الذي اظهرته الصور لا يشير الى استخدام اسلحه روسية قال نائب في مجلس الدوما ان من المتوقع ان تكون القوات الاوكرانيه متورطه في الانفجار شرق بولندا في الاثناء افاد البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن وزعماء اخرين من مجموعه الدول السبعة عقدوا اجتماعا طارئا لبحث الضربه الصاروخيه التي استهدفت منطقه بولنديه قرب الحدود مع اوكرانيا. استبعد بايدن ان تكون روسيا هي من اطلق الصواريخ على بولندا. اضاف البيت الابيض ان الطاوله المستديره عقدت بمشاركه بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحده في بالي. دعت فرنسا علي ضروره التزام اقصي درجه من الحذر بشان مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا محذره من خطر تصعيد كبير علي حد وصفها اكدت الرئاسه الفرنسيه في بيان لها علي ان دول عده في المنطقه تمتلك النوع نفسه من تلك الاسلحه معتبرة أن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقتها فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه من الضروري التحقق من كيفية حدوث هذه الحادثة المروعة كما أعرب للرئيس البولندي أندري دودا في اتصال هاتفي عن تعزيه في ضحايا الحادثة عربت مجموعة العشرين عن أسفها بشدة تجاه استمرار الحرب في أوكرانيا ذكر البيان أن معظم الدول الأعضاء أدنت الحرب في أوكرانيا لكن هناك وجهات نظر أخرى كما أشار البيان إلى أن التهديد بالسلاح النووي أو استخدامه أمر مرفوض تماما المجموعة أكدت استمرار دعمها للقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار أضاف البيان أن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي وأن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية لكن بشكل مناسب اعلن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسيه القادمه عام 2024 الرئيس الامريكي السابق ارجع خلال مؤتمر جماهيري امام انصاره في فلوريدا ارتفاع التضخم في بلاده الى اخفاق خلفه جو بايدن كما اضاف ترامب ان عهد بايدن ومن وصفهم باليساريين فرض على الامريكيين مرحله من التراجع اشار الرئيس الامريكي السابق الى ما حدث بعد الانسحاب من افغانستان حيث تركت بلاده هناك او تركت معدات عسكريه تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وحول الحروب والازمات في العالم اوضح ترامب انها بدات تشتعل في اماكن مختلفه منذ تولي الاخرين المسؤولية نحن هنا اليوم لنعلن أنه ليس بالضرورة أن يبقى الوضع على ما هو عليه قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة من جديد عام 2024 هو الموعد لتصويت أفضل هل أنتم مستعدون؟ وأنا أيضا مستعد سأضمن على محصول بايدن على أربعة أعوام أخرى، بلادنا لا يمكنها أن تتحمل ذلك. إنني أعلن اليوم ترشيح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الجولة المقبلة. في رد من على إعلان سلفي دونالد ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن ترامب خذل الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب الرئاسة. جاء ذلك في تغريدة لبايدن أرفقها بفيديو اتهم فيه ترامب بالتربع خلال رئاسته على اقتصاد مزور لصالح الأثرياء ومهاجمة حقوق المرأة والنظام الصحي وتدليل المتطرفين وتحريض العصابات العنيفة لقلب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020 إلى خسارة. يعقد المجلس المركزي لتحالف الحريه والتغيير وهو اعلى هيئه قياديه في التحالف المعارض في السودان يعقد اليوم اجتماعا لمناقشه ملاحظات الجيش على مسوده وثيقه الدستور المقترح لحكم الفتره الانتقاليه والذي اعدته نقابه المحامين وقبلته جهات سياسيه واسعه في السودان بما في ذلك الجيش الذي اعتبره اساسا للحكم مع بعض التعديلات التي اقترحها بينما عبرت مصادر متعدده عن قرب التوصل الى اتفاق بين المكونين المدني والعسكري افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان جماعه مسلحه مواليه لايران تجهز مقرات جديده لها في منطقه الحسكه كشف المرصد بان الجماعات المسلحه تنوي فتح باب التطوع لجذب المئات من شباب المنطقه وضمهم في صفوفها مقابل الاموال مع تزايد تكاليف المعيشه وما تسببت به في من تراجع في قيمه معاشات التقاعد ومع ارتفاع اسعار الخدمات والانشطه الترفيهيه يتزايد شعور المتقاعدين بالوحده وتتراجع صحتهم النفسيه والبدنيه. المزيد في هذا التقرير من لندن مع مراسل الحدث مصطفى زارو. شعور القلق يتزايد لدى كبار السن في بريطانيا بشان تاثير ازمه ارتفاع كلفه المعيشه. ميشيل المتقاعده حديثا تواجه ضغطا كبيرا لتغطية الزيادات الضخمة في الأسعار ما أرغمها على اتباع نهج تقشفي عبر مراجعة قوائم الضروريات والاستغناء عن الكثير من الكماليات لا أحب أن أكون مدينة لأحد وأشعر بالقلق الشديد حيال ذلك لذا ففي الأشهر القليلة الماضية تغيرت حياتي كثيرا تخلصت من سيارتي ومصارفها من بنزين وتكاليف المواقف والصيانة وأجرت غرفة لخمس سنوات لأنني بحاجة إلى دخل إضافي لراتب تقاعدي. ميشيل تحاول تأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات معيشتها الأساسية في ظل صعود أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من السلع. كما أن نسبة التضخم الأعلى منذ أربعة عقود إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض. كلها عوامل أثرت على قوتها الشرائية. مع تراجع قيمة معاشها التقاعدي إلى جانب مبيعات أعمالها الفنية ومنحوتاتها أحب المسرح والسينما لكن لا يمكنني تحمل تكلفة تذكرة مسرح الآن وأرخصها أحيانا 35 جنيها وهذا كثير بالنسبة لي أشاهد نتفليكس وغيرها من البرامج بدلا من الذهاب لتناول الطعام مع الأصدقاء إنه مجرد جنون أما مشترياتي الشهرية فهي المزيد من الخضار والعدس وأصبحت أكثر إبداعا في الطهي لمواجهة غلاء المعيشة. ميشيل من بين ملايين المسنين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من الشعور بالوحدة ودخل محدود غير كاف لشراء المستلزمات الضرورية بحسب استطلاع حديث. ما دفعهم إلى التخلي عن ضروريات يومية إلى جانب أنشطة ترفيهية واجتماعية تخرجهم من العزلة والوحدة وتحسن حالتهم الصحية والذهنية والنفسية. مصطفى زارو الحدث لندن ختام هذه النشرة تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وايضا على الحدث دوت نت الى اللقاء